السلام عليكم خاوتي، قبل ما نبدا هذا الفيديو نقول لكم بلي درت فيها بليزيوغ فوت. علاش؟ ما على باليش، مش حاب نقول لكم. واليوم نقول 50,000 قلت 40,000 وغلط تاني في لونون تاع لاكارت اللي هو غاديون وماشي غايدون، وبالك تلقاو دول خويا فوت مي بغير. اي ابليز بون فيديو. السلام عليكم، جاسبر كو سافا بيان. اليوم تلقاو فيديو جديده. اون فات اليوم العيد، دوزيام جو تاع العيد، 18 جويي يا رب، فوالا 2015. صح عيدكم، حابين نقول لكم صح عيدكم، تعيدوا ان شاء الله تزيدوا وبالبركه ان شاء الله ليكم وفاميلتكم. اليوم حبيت نجيكم فيديو جديده. بون سي ما بروميير توت فاصون فيديو. شنو نهضروا اليوم؟ ندير دو كونفيغ اون فات. هما كاين ربعه توت فاصون، مي شغل سليمه برك كاين ديفيرونس صغيره. علاش درت هذا الفيديو؟ باسكو شفت زوج في الجزائر برك. اون فات انا نهضر على الجزائر، شفت زوج برك داروا دي فيديو على دي كونفيغ. اصبر فوالا، واقيلا اسمه الاول هاردوير ديزاد والدوزيام ديزاد شو. فوالا تفكرتكم هاردوير ديزاد ديزاد شو. ما باش حط لهم اكزاكتومون، مي شفت بلي واقيلا مينيموم. بون جو سوي باسور مي جو كو سيتي 7 مليون. انا جيت ودرت دي كونفيغ ب 6400. بون سي فري كو سي با دوني، ما نكذبوش على روحتي هنا، 6400 سي با دوني. انا بيرسونيلمون جو با كون حط 6400 في بي سي بالك اذا طميت مع الوقت ولا، مي 6400 كومام سي با ريان. مي شنو حبيت نديرها كومام؟ انا توت فاسون تحبوا مام ندير لكم كونفيغ تاع 3 ملايين وتلعبوا بها سون بروبليم كاع، نديرها لكم. مي شنو هاد لا كونفيغ 6400؟ سي فريمون سي لا بيرفورمانس والله. بون نهضر 6400 هاد البري العالي كاع، مي شنو تقدر من الفوق وطلع من 4 ملايين ورا واحد كاع تقدر تلعب بهم. مي شنو هادي نهضرو حنا فا جلوباليزي اكزيستي المو هذا جلوباليزي وفا جينيراليزي. نهضرو على تاع 6400 بلا ما نهضرو على الاخرين. 6400 دونك. وكيما راكم تشوفوا هنا عندنا كونفيغ نيميرو 1 نيميرو 1 ماشي نيميرو 1 بوتان كونفيغ نيميرو 1 افيك جي بي يو. اش معناتها جي بي يو؟ سافي دير لا كارت جرافيك، جرافيك بروسيس يونيت. فوالا و سون كارت جرافيك. راح تقولوا لي كيفاش راح دير؟ شغل ما دخلكمش في راسكم جينيرال بي سي جيمنج بلا كارت جرافيك سي با بوسيبل. مي اون فات ما تقلقوش دوك تفهموا. عندنا لا كونفيغ الاولى اللي فيها اللي درت 6400، الاولى بلا كارت جرافيك والدوزيام بلا كارت جرافيك. بون كاين ديفرنس في بري 5 ملايين 6 ملايين. بون انا 6 ملايين ونص ا بوبخي، وانا 5 ملايين 300. لا كونفيغ دوزيام نهضر بالزربه. لا كونفيغ دوزيام اللي هي هادي فوالا، الاولى بلا كارت جرافيك توجور اللي لحقت 5 ملايين ونص ا بوبخي، و لا دوزيام 6 ملايين ولا دوزيام لي بلا كارت غرافيك اللي حقت 4 ملايين و 300 تقريبا. صح جو كرو كون نبداو ندخلو بيت القصيد كما يقولوا. فوالا بون عندنا هنايا لا بروميير كونفيغ اللي هي تاع 6 ملايين ونص ا بوبخي هادي هي. فوالا واش خيرت؟ ان بروسيسور AMD اللي هو هذا A8 7650K K ça veut dire overlocké déjà. Maintenant le processeur a déjà overlocké. Au fait 3,3 GHz, on trouve le chouïa la fiche technique. Moi je n'adore la fiche, juste la fiche les plus importantes. On a 4 mégas de mémoire cache. Et je vais vous dire, علاش نفهم لكم دوكا علاش قلت لكم sans GPU على GPU. علاه؟ parce que هذا البروسيسور ولا هاد لا سيري تاع الام دي اللي هي اسمها لا سيري ا، معناتها ا 4 ا 8 ا 6 ا 8 و ا 10. فوالا ماشي الاف اكس، ما تلفوش سي با لا ميم شوز. اون فات هذا سي با ان سي با ان سي بي يو مي سي ان ا بي يو. ا بي يو اش معناتها؟ معناتها فيها ان بروسيسور يا رب، فيها ان بروسيسور جرافيك وان بروسيسور وان بروسيسور دونيتي. فوالا فيها ان سي بي يو فيها ان جي بي يو graphic processor unit ou voilà ou un processeur d'unité voilà ou chenou voilà. Maintenant, le processeur là comme tu vois fait il marche les jeux on demande le com
ضمن لكم اقسم موبيل لا هاني حلف اون بليس هو فالس اني نحلف توت فاسون يمشي لي جو باتل فيلد كات فاك هاي كات قال لي لي جو ريسون فوالا سون كارت جرافيك امنو متامنوش المهم دبروا راسكم انا نقول لكم ودوك نعطيكم دي بروف مام فوالا بور هاد لا بروميير كونفيك قلت لكم بلي عندنا ان ام دي ار 8 7650 كات 3.3 جيجا هرتز فيه لا كارت جرافيك هاي ليكس اون رايدون R7 voilà اللي يعرف اللي يعرف بون يعرف ان بو فلافوماتيك سي لا سيري R7 صح فلا فلا ميم كونفيغ فلا ميم كونفيغ عندنا ان اوتر بروسيسور هو برسك لو ميم ديفيرونس تاع البري هي 40000 هذا يدير 12900 هذا يدير 12400 سي لو ميم ام دي ا 8 برك هذا سي ان 5600 كا اوفرلوكي توجور هذا سي ان 3.6 جيجا هرتز بون ما قلتلكمش بلي هذا سي ان كواد كور متى فيه 4 كور وهذا سي لا ميم شوز ا 8 كواد كور لا سول ديفيرونس سي كو تحتاني و الاوفان الفوقاني الي بلو ريسون على التحتاني هذا قديم شويه شنو لا ديفيرونس بيناتهم بون ديجا انا نشوف بلي هذا كيسيون بيرفورمانس ان بو بلو فور كو هذاك سمحوا لي استغفر الله un peu plus fort que Hadak, Hadak c'est un 3.6 GHz alors que l'autre c'est un 3.3. Mais je n'ai la différence que Fad JDED, le plus récent, fait un processeur graphique plus puissant ou le plus performant à Hadak. Hadak fait un HD 7560 les Arab. Normalement, comme à la balle, comme les. Normalement, mais le HD 7000. من الاش دي 7500 وطلع كاع سي دي كارت جرافيك لي فريمون شان لي شغل يمشوا لي جو هذا سي ان اش دي 7560 فوالا فيه توجور لا ميم شوز 4 ميجا دو ميموار كاش 4 ام او دو ميجا اوكتي دو ميموار كاش و لا ديفيرونس بيناتهم هي 40000 سي غيان مي شنو انا ما حبيتش ندير لكم نفهمكم انتيك نحن نديرو اون كومباريزون بين هاد لي دو بروسيسور جرافيك رحت للسي بي يو بوس ودرت اون كومباريزون شوفو لي بنش مارك تاعهم لي دو اون فات الاول سي ان ا8 7650 اللي هو هاي كونيكسيون جاي راي فوالا هذا ديجا و دوزيام سي ان ا8 ثاني جو سي ان 5000 ا8 اويت شمن اويت سامي سي سون فوالا سامي سي سون كا هاولي اون فالونسي لا كومباريزون شوفو لي بنش مارك تاعهم لي دو بون هذا داها سي فري بون باسكو هادي مكولوريا فوالا 6.9 هي سي لا ميم سي لا ميم نوت مي سي جوست هذا داها علاش باسكو هذا لي بلو ريسون هاولي نيو ما تخرج غير كيما في جوان 2015 voilà, c'est juste à dire la seule différence bien atom. C'est que Hada JDED ou Hada il est un peu plus ancien. Mohamed, juste un détail, Amazon Dokarahu ykhdem dina al jazairi, voilà. Pour ceux qui ont des cartes de crédit ou là, yhbou ychrou. C'est possible. Déjà le prix تاعو يدير 12, Hada يدير 12 Hada يدير 11 à peu près. Voilà. شوفوا les benchmarks. صح لا بيرفورمانس تاع لي كور كاع اون ميم طون سي لا ميم سي برسك لا ميم شوز هذا 6.5 وهذا 6.4 لا بيرفورمانس تاع سينجل كور بيرفورمانس متاع شاك كور وحدو هذا سي 7.2 هذا سي 7.2 متاع لا ميم شوز لوفر لوكينغ هذا سي 8.6 هذا 9.5 سي لوجيك علاش باسكو هذا فيه 3.6 جيجا هرتز الوغ كو هذا فيه 3.3 دونك سي لوجيك يكون عندك فور على هذا La valeur, est dire d'après Amazon, non? D'après Amazon, Dairen Hada, c'est la Hada, voilà. Donc Hada, il est mieux que Hada. Ou les résultats 6.9, 6.9, c'est la même chose. Mais c'est juste que Hada, il déha, là, je pense que il est plus récent. Maintenant, dans le gaming, bien sûr, c'est le plus récent, là. باسكو هذا فيه ان بروسيسور جرافيك بلو بيرفورمون قلناها من قبل على هذا دونك حنا ندو هذا وما كاش ديفيرونس كبيره ديجا 40000 بيناتهم سي ريان فوالا دونك ندو هذا بور البروسيسور جرافيك
enfin pour le processeur tout court هذا هو تو كور باردون هذا هو بون انا فوت كنيس وما حبيت نقول لكم جوست ما تقلقوش سي با دي بروسيسور مستعملين ولا هذا سو جوست ماغازان اللي حل ان ستور فوت كنيس معناتها لي برودوي تاعو كاع جدد فوالا هم ليك و كاستيون كاليتي كاليتي بري سي فريمون سي فريمون توب كي نشوفو ديجا في امازون لي بري ونروحو نشوفو فوت كنيس شغل قريب كيف كيف و هاد لا ديفيرونس شغل سي لوجيك ديجا هو يجيبهم عندو فري دو بور فري دو ليفريزون اي تو و يزيد يربح فيها شويه هذيك هي شغل نقدر نقول لك بلي ماشي يدي حاجه كبيره معناتها لي بري هم ابوردابل فوالا بور لو بروسيسور نروحو دوكا للفونتيلاتور هايا هايا شبل بي سي هذا استغفر الله بون بي سي بورتابل سي بور سا تقيل هكذا عندي ان كولور انفان عندي عندو ان كولور ماستر فورتكس 211 بي هذا ولا نستعملو انا في بي سي تاعي فري خشن يطير هاد الفونتيلو يطير والله يبرد انتيك والبري تاعو فري ابوردابل 250 الف سيغيان ويبرد لك البروسيسور كراف واش ثاني نروحو البواتي بون عندنا دو بواتي باردون واحد نستعملو في لا كونفيك دوزيام واحد في لا بخوم في هاد فلان نديرو فيها بون هدا في لا كونفيك دوزيام وهدا في لا بخوميار كونفيك واش حاب نقولكم بلي سي لي مام بواتي سي لي مام سي كازيمون لي مام Boîte NZXT source 210 Elite Window Black USB 3.0 My Tower maintenant tour moyen maintenant normal sur normal comme les PC standard je vais vous dire la seule différence بين هذا وهذا c'est que هذا فيه بين هذا وهذا c'est que هذا فيه طاقة Window هاي مكتوبة ديجا وهنا ما فيهش بون واش تقول لي واش من الفايدة تاع طاقة بوح نقول لك بلي تقدر تشوف واش كاين الداخل ما باش كش ما يصرى الداخل ولا ومام طون انا بيرسونال مو نحب يكون عندي بي سي بيرسونال شغل بيرسو يكون ندير له لي لوميير لي جو دو لوميير الداخل راكم على بالكم العفاي سيتو مي شنو كنت حاب يكون ان بواتي ان زد اكس تي سورس هذا اللي فيه الطاقه اون بلون باسكو بالبلون ليكش داير بزاف شباب بزاف قمه بون دوكا ندخلو في بون نهضرو قبل على البري اللي هو 633 الف سي ابوردابل بارابور لدوتر بواتي لي فريمون باش انا مليون و200 وطلع دوبل تاع هذا دوكا نشوفو واش فيه بون عندنا فوالا فيه الطاقة على الكوتي فيه بور لير فلو خلوي باسكو فيه ان فان من لاريير و فيه ان فان من الفوق ان فان من الفوق دونك الهواء يدخل ويخرج يدخل من لاريير ويخرج من الفوق معناتها لار فلو انتيك يمشي للهواء انتيك بور سكي دو لي ديسك دور في 8 اون فات 1 2 3 4 5 6 7 8 فوالا مي جو فوا فريمون باش نديرو ب 8 توت فاصون واحد حيكفي بور لي ليكتور اوبتيك و لي بانو تاع لي فان بانو دو كونترول تاع لي فان عندنا ثلاثه هنا تقدر دير ليكتور بانو وتزيد عفسه بالك ليكتور كارت ميموار ولا بريف سي با اسونسيال هاد لافايس و pour la USB عندنا بون في لافون عندنا بور USB 3.0 بور USB 2.0 و دو بريز جاك باينين تاع الكاسك تاع الميكرو تاع لو بارلور سي تو صح دوكا نسوطيو لاليمونطاسيون في هاد لا كونفيغ الاولى عندنا اون اليمونطاسيون اللي هي تيرمال تاك راكم تعرفوها كاع نورمالمون اللي فيها 530 واط بون سي اون سمارت بيان سور البري تاعها هو 625 الف بون هاد لا لا ميرد هاد لاليمونطاسيون سي اون مودولار سي اون مودولار واش معناتها مودولار بور سي كون سافا مودولار سافا دير كو لي فيش هادوما ولا لي كابل ولا يتنحاو بين فاسون كو يتنحاو فوالا معناتها تستعمل غير لي تسحقهم معناتها يغي لي ما تسحقهمش راح تنحيهم ماشي يجيني وك ماشي يون كومبري ولداخل الاخر يخلو الهواء يجوز وما يزيدوش سخانه البواتي الداخل وهم عندنا 32 بين تاع الديسك دور عندنا هذا تاع سي بي يو اللي فيه سي ان وي بين عندنا هذا سي ان سي بين تاع البي سي وفيه بلوس 2 بور سيرتان كارت جرافيك اللي يسحقوا 8 كاين اللي يستعملوا 6 كاين اللي يستعملوا 8 بون هذا تاع هذا شخو تاع البون نو بون هاد لي دو جو كرو سي بلو تاع واش بون هاد تاع ديسك دو هادو ما باش تعمل سانسيرمون جو سي با فوالا قلت لكم بون هاد سي كوندونساتور اون سون فو
Voilà, c'est un module là, ça. Ou pour le prix, c'est vraiment, je trouve, pour la première fois, je n'ai bon, on a de la loi industrielle, c'est marqué comme ça. Voilà, pour la première fois, je n'ai pas une merde, c'est quoi? L'alimentation, voilà, c'est pour. C'est là, d'ailleurs, c'est pour la première fois, on n'a pas une alimentation bas de prix, ou en plus, elle est modulaire, voilà. دوك نسوطي لا بون سنا ليموطاسيون لي باغات دو رام. مش حبيت نقول لكم كاين اساس نهضروا على لي رام وشنو ها هي. كو عندنا هنا حنا دينا ان بروسيسور ا ام دي لا سيري ا. لا سيري ا اللي فيها قلنا كارت جرافيك او بور شغل بور اكسبلواتي لي بيرفورمانس تاع البروسيسور او ماك شغل سي بون. واش نديرو؟ لازم ندو دي رام اللي فيهم دي فريكونس عاليين معناتها 1600 ندو 8 جيجا درام حيكونوا سوفيزون لارجومون لارجومون لارجومون. مي وشنو ما ندوش وحده تاع 8 جيجا؟ علاش تقولوا لي؟ تقولوا لي علاش؟ باسكو وحده تاع 8 جيجا هي 1600 ميجا هرتز. وحنا واش نديرو؟ ندو زوج تاع 4 جيجا. علاش؟ باسكو 1600 جيجا هرتز تضربها في زوج تولي 3200 ماشي جيجا هرتز، ميجا هرتز لا فريكونس ميجا هرتز. فوالا معناتها حدو بلي باسكو البروسيسور يتانفلوا بال لا فريكونس تاع لي رام. كل ما تكون لا فريكونس تاع لا رام عاليه راح يكون البروسيسور يخدم يطير يخدم انتيك. معناتها ندو زوج تاع بو 50000 زياده دو بارا تاع 1600 4 جيجا سي دي جي فولس سي دي نو سي با فيلوس. فوالا سي دي جي الفيلوس روج ولا نوار ولا بلونش كاين في 3 كولور. هنا رانا عند جيك زون نورمالمون لا بلو بار كوم تعرفه عنده دي ماغازان بارتو في لاجيري. انا نعرف بون عنده ماغازان في البيار باسكو انا نسكن في البيار. عبالي بلي عنده ماغازان في البيار وعنده ماغازان جاب لي ربي جاب لي ربي ماني سور في دار ابراهيم شوي با سور مي بغاف. فوالا قلنا عنده دورام تاع 1600 سي دي جي الفيلوس قلنا و بون ماشي ندو دي كينغستون باسكو غاليين ندو هادو ما يكفيو 850 سي بون. قبل عسلة تاني ما قلتها لكمش انا درت كومباريزون تاع لي بري ما تقوش كاع روحتيكم ما تلقاو لي بري با على هادو. درت كومباريزون في قريب كاع لي سيت تاع الجزائر بون قريب كاع فاسون بارلي ماتوس ماتوس الجيري جيك زون لحدو اندستري ان سياس ان فورما واش تاني نسيت لا نسيت لي سيت واد كنيز فوالا نسيت كاع لي سيت. المهم وجبت لكم لي ميور بري شغل هادوما شغل راح تكسر راسك وانا حتزيد تحوس باسكو انا راني كسرت راسي وحوس. هادوما لي ميور بري سوغ لو مارشي الجيريان 850 بون 50000 زياده سي كوا سات ميرد راح نمشي فوالا 50000 زياده صح. لي رام سي بون دوكا نروحو لا كارت مير لي راح ترفد كاع لي كومبوزون تاعنا. هايليكس اون ام سي اي ا 78 جي 41 بون انا بيرسونيلمون 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 نكره كارت مير اللي فيها دو سلوت تاع لا كارت تاع لا كارت ميموار تاع لا غان. ما نحب اللي فيها ربعه اللي فيها زوج سماطه شغل. مي البيدجي قول هكذا هادي دير 800000 انا توشر عند جيك زون 800000 بون. لا فيش تكنيك تاع هادي واش تقول عندنا دو سلوت تاع لا كارت ميموار معناتها لا غان الوحدة السوبورت 6 جيجا في وحدة معناتها زوج 32 جيجا. عندنا ان بورت تاع بي سي اكسبريس 3.0 الشيء اللي حيرفد لنا لاكارت جرافيك باسكو لي كارت جرافيك دوكا كاع راهم 3.0. وعندنا ان بورت تاع 2.0 عندنا دو بورت تاع يو اس بي 3.0 عندنا اربعة تاع يو اس بي 2.0 عندنا ان بورت اتش دي ام اي ان بورت دي في ان بورت في جي. حنا الاتش دي ام اي هو اللي يهمنا كاع باسكو حنا نخدمو بلا اتش دي حنا نقلبوها اتش دي ام اي دوكا ما كاش ماشي تمسخير. واش ثاني جو كرو كو سي بون هاد لي شوز لي بلوس امبورطون قلنا بلي ترفد 32 جيجا تيبورتي 1600 هرتز في الاخر سون لا سوكيت تاعها هي اف ام 2 بلوس معناتها سيبورتي لي ميرد لي بروسيسور ام ام دي و سبيسيالمون تاع لا سيري ا هذيك اللي راح ندوها حنايا راح ندوها ف لا كونفيك جو كرو سي سي بون و سي ناتي ستاندار معناتها نورمال ما كبير ما صغيره ما كبيره خطيني فوالا
بور لا سكي ديسك دور ندو ان سي جيت باراكو دا نورمالمون كوم قاعد تعرفوا هاد ديسك دور سي ان 3.5 بوص سي ان 1 تيرا فيه معناتها 1000 جيجا و سي ان فيه ميموار كاش 64 ميجا اوكتي بون فيه 6200 تور بار مينوت واش ثاني يدير 850000 ما حش تلقاو بري باع على هذا انا قلت لكم شفت قال لي بري واش ثاني شنو نقول لكم 1000 جيجا largement suffisant واش راح ديروا بهم يا ربي هاي نطلعوا حسابنا نقولوا عندك واحد 20 جو هكذا واحد 200 جيجا 20 جو عندك بون ويندوز ما باش نقولوا يدي 50 جيجا عندك لي لوجيسيال الخرطي تاعك وما لا باليش زيدوا يا سيدي 100 جيجا شحال انا نلحقين 350 عندك لي سيري ولي فيم تاعك يا اخو شحال راح فهمني شحال راح تلحق لي سيري طربقها بلي سيري نتايا على كل حال انا تيلي شارجي ما باش واحد 100 جيجا انا نلحقين 350 نقولوا 150 جيجا معناتها 500 قفلنا 500 جيجا يبقى لك 500 ليبر خو ليبر واش راح دير فيهم معناتها انت راح يكفيك بلا بزاف يكفيك بون جو كرو سي بون هادي لا كونفيك الاولى اللي هي تاع 6.5 لا كونفيك دوزيام لا ميم فوتوكوبي سي جوست نحو لا كارت جرافيك وطيحناها والبري تاعها 500 و 500 500 300 بور سكي لا دوزيام كونفيك اللي هي هادي نقصنا شويه في لي بيرفورمانس مي شنو راح تقعد تلعب ودير ريكوردينغ نضمن لك راح تلعب وتريكوردي ب بون باتل بون ما باليش حل اف بي اس مي نورمالمون ما بين 30 و 50 نقولوا 30 و 50 كي تريكوردي هاد كي تلعب بلا ريكوردينغ ما على باليش ما نقدرش نقول لك مي صديف على كل حال مي تقدر تقول من 30 سكوند اف بي اس تلحقهم باذن الله بون ماشي في الالترا ماشي نضمن لك مايو شنو تلعب انتيك شغل ما تكسرش راسك كاع صح دو كان صوتي لا دوزيام كونفيغ اللي هي نقعد توجور في لا ميم سيري تاع بروسيسور ام دي اسيس 7400 كا واش حبيت نوري لكم جوست ان كومباريزون بين بروسيسور اللي ديناه هذا 6.9 واللي حنا نخدموا به دوك نديروا ان كومباريزون بيناتهم ونشوفوا لي البنش مارك تاعهم ولي ريزولطا بون سي ان 7400 جاب لي ربي دما كدبني شربي اسيس 7400 او بون دهلو ثاني في لا ميموار كاش هذا فيه 4 ميجا ف بون هذا ليك شحال يدير في امازون 650000 صح نهبطو نشوفو لي بنش مارك في لي بيرفورمانس ماشي انديفيديوال تاع قال لك على خطره هذا 6.5 هذا 7.7 سي لوجيك باسكو هذا فيه 4 كور وهذا فيه 2 سي لوجيك في لي بيرفورمانس تاع شاك كور وحده 7.2 كيف علاش باسكو هذاك سي ان 3.5 جيجا هرتز هذا يعني لي دوال كور هذا وهذا سي ان 3.3 جيجا هرتز نهبطوا في ليفر لوكينغ ما داروهاش مي وكان داروها باينه شكون راح يديها هذايا باسكو 3.5 جيجا هرتز باينه في لا فالور داها هذا باسكو رخيص يدير 600000 و بون في لي ريزلت فينال داها الفوقاني اللي هو خشين هذاك الاوي علاش باسكو فيه 4 كور لوجيك فيها 4 كور زيادة على الاخر صح احنا قلنا في هاد لا كونفيك حدو هاد حزيد نوريكم اسوح دوخرا راح تكذبوا ثاني عينيكم اون فون فوا هاد سيد هدايا او يستعمل هاد البروسيسور اللي احنا نخدمو به اون فان احنا نديرو في لا كونفيك اللي هو اسيس 7400 خاوتي ما راهوش يستعمل كارت جرافيك نعودها لكم ما راهوش يستعمل كارت جرافيك او يستعمل جوست هاد البروسيسور هكدايا وراو يستعمل 8 جيجا درام مي شنو الرام سي فيك الرام تاعو شحال هاي ليك 1800 ميجا هرتز لا فريكونس تاعها عاليه ودار دو باغات تاع 4 جيجا معناتها كي ضربها تولي 3600 جيجا هرتز او يخدم بريزوليسيون 1366 بون سي ان فول اتش دي معناتها 1200 بي هاي ليك
1080 انا اقول 1200 ما تاوي يضرب بالفول اتش دي خاوتي خاوي يلعب باتل فيلد 4 30 اف بي اس 37 او لحق حتى 37 ماكسيموم او يلعب الجورا وفي الويد فوالا او يلعب انتيك بالبيان كاع دوك نروحو نشوفو وين كاين شويه لي زيفي سبيسيو باش نوريكم بلي وين 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 تتخلط وين هاي الله هنا صارت اكسبلوزيون فوالا شوف اكسبلوزيون مخلطه كاع هبط ل 18 اف بي اس كفاد كاس 16 اف بي اس مازالو يلعب ويريكوردي ب 16 اف بي اس وجو راهو في الويد وبهذا البروسيسور وبلاك كارد جرافيك تيماجينيو حاجه خشينا ولا لا لا ام دي شواكر على انتل خاوتي نقولها لكم شغل والله خشان سمحوا لي برك سي جوست كو انتل يدير لا بوب والله انتل يقول لك دايرين لا بوب اي 5 ويغلوا في لي برودوي تاعهم على بالي اورد كو ام دي اقسم بالله غير خشان مي بغاف ما جاناش نهضروا على هذه العفسه باش نحلوا ديبو قلنا بلي ندو هاد البروسيسور البواتين دو هذا الدوزيام اللي هو المام بواتي بواتي ان زد اكس تي سوفت 210 اليت ماي تاور معناتها تور موان توجور مي شنو ما فيش فنات خال كوتي مي بيض ليكش داير شبا بون لافيش تكنيك تاعو سي لا ميم فوتوكوبي هذا سي دو بورت يو اس بي 2.0 بور يو اس بي 3.0 فيش بريز جاك تاع كاسكو تاع لو بارلور فان تاع الميكرو تاع لو بارلور تاع الكاسكو هذيك لا فلو فيها ان فان من الريال ان فان من قدام يطلع ويخرج الهواء كيف كيف سي جوست هذا في 6 تاع لي ديسك دور ماشي كيما الاخر في 8 هذا ما كان بون لي كوندوساتور الاخر تاع هذاك سكي دو لا كارت جرافيك توجور لا ميم كارت جرافيك هي ما هضرناش على كارت جرافيك من قبل هضرنا عليها والله ما استغفر الله والله نسيت المهم هاي لي كارت جرافيك جيجا بايت اش دي 7750 او سي قلنا بلي اوفر اذا قلنا ما باش اذا قلت اوفرلوكي ديجا 1 جيجا جي دي دي ار 5 بي سي اكسبريس 3.0 دير طناش خاوتي هادي لا كارت جرافيك عباك دوكا بينا بلي ديجا ديجا السيد هذا يلعب بهاد البروسيسور ايماجيني هذاك الاوي ياك معليش حنا نقولوا هاد البروسيسور اسيس هذايا زيدوا له كارت جرافيك عباك شي يولي يطير هاد البي سي يولي يطير يولي يطير فري يطير وش حبيت نقول لكم ثاني بوغ سو اللي ما على بالهمش كي دير هذا البروسيسور وهذا لاكارت جرافيك واش حيعطي حيولي ان كروس فاير اللي ما بالهمش معناتها كروس فاير يروح يكتبوا كروس فاير في اليوتيوب ولا صافا دير دو كارت جرافيك كاين واحد المهابل عندهم دي بي سي تاع ما بيش انايا دي بي سي دي تيتون يزح تاع 30 مليون يدير فيه دو ولا 3 ولا 4 كارت جرافيك لداخل على خطرة ويدير ان كروس فاير متى لي كارت جرافيك يمشوا في خطره على اربعه في اربع في خطره على اربعه في اربعه على خطره بون جو فوا فريمون باش حيدير بهم باسكو على بالي بلي كارت جرافيك وحده حتك في لارج ما فهمتش انايا مي شنو كي دير هذه مع البروسيسور حيدير لك كروس فاير حيمشوا في زوج على خطره بروسيسور جرافيك تاع البروسيسور والبروسيسور جرافيك تاع الكارت جرافيك حيعطيك واحد لي بيرفورمانس ما تكذب شريكي تلعب واش تحب نضمن لك بلي تلعب واش تحب بون قلنا بلي دير طناش هاديه بواتي دينا ديجا اليمونطاسيون ماش ندو كونترامون بلا دينا موديلا ماش ندو موديلا راح ندو وحده في جيك زون هي لا مام سي اون تيرمال تاك 530 وات ايا مي سي جوست كو ماشي موديلا ايا فوالا هاديه دير 590 كاين ديفيرونس واقيلا تاع 100 وشي ولا ما بعرف 100 لا ماشي 100 وشي المهم ديفيرونس تاع شوية شحال شحال هكذا شي 100 وشي ميم با 40 المهم دبو راسكم انا ديت هادية ماشي موديلا انا جاب لي ربي تزيد شوية ودير موديلا خير ما تهبل تحرق مخك بهادي باسكو حد تهبلك كي تحط المونطي عفسة وتنحي عفسة يجينوك لي كابل هادو اون بليس لاير فلو ما يكونش انتيك وتكون سخانة لداخل وتخلالا تخلالا تخلالا المهم لي باغات ماحش ندوك 8 جيجا بون عندكم لو شوا دو وي جي على بالي مي حدو 4 جيجا البودجي قول هكذا 4 جيجا هديه 450 الف درهم على كارت مار توجور لا مام والديس دو توجور لو مام هاولي ونكونوا درنا هاد لا كونفيغ اللي تسوى 5 ملايين و500 و لا كونفيغ سون كارت جرافيك هي لا مام برك
بلا كارد جرافيك سيتو هذا ما كان بون. خاوتي حبيت نقول لكم انا وصلت لافان لا فيديو جيسبر عجبتكم. سمحوا لي هدرت بزاف مي باسكو حبيت نفهم العباد نفهمهم عباد لي ما لقاش كان يسقسوا ولا جيسبر هاد لا فيديو تعاونكم. واش ثاني حبيت نقول لكم بلي باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله يا ربي مقبل كنت ندعي ديجا حنبدا بروجي تاع شان يوتيوب شان تاع الجيمينغ بيان سور مي شنو حتكون اون بروميير في الجزائر. سي فري كو كان دي جيم غيتو بون حاب نقول لكم بلي بون ما كريتيكيش ما نهضرش وما جبتش لي انا مي ما كاش نيفو تاع تاع اليوتيوب وما كاش نيفو تاع الجيمينغ في الجزائر. سمحوا لي نقولها لكم خاوتي سي فري كاين عباد اللي راهم قايسينها كاين عباد اللي راهم او توب والله راهم على اوتو مي كاين عباد ما يقيسوهاش سواء في لا برودكسيون في لي جو في لا كاليتي في اونفان تخلالي تخلاكم راكم تعرفوا خاوتي بلا ما نحكي لكم باسكو عباك انا ضيق لي سانسيرمون ضيق لي كي نشوف لي بي تاع الخارج عندهم واحد نيفو في الجيمينغ انكرويابل اون بليس عندهم لي زيفينمون ايتو باسكو علاش باسكو اليوتيوبر تاعهم خشان عندهم نيفو عالي سي فري كيبداو هما بداو وقت القرع على كل حال كيبداو ما كانش نيفو مي ابري مع الوقت طلعت بهم وجاني فوكشين وكيكون نيفو خشين راح يعيطوا لي زانفيستيسور راح يعيطوا لي مارك تاع العالم كاع يجوا ينفيستيو تما باسكو يشوفوا باللي كاين خدمه كاين عباد كاين دي جيمر على راسهم وكاين نيفو راح يجوا ينفيستيو خاوتي راح يجوهم لي زيفينمون مليار. هادي انا واش راني حاب اني حاب لي شغل نعيط كيما يقولوا فيها نابال ما باليش انا ان تكست اكزورتاتيف يا زاح ندير لكم ان تكست اكزورتاتيف فيها نابال كاع لي جون كاع العباد اللي حابين يديروا جيمينغ ولا ديشان يوتيوب ديروا ديشان خاوتي مي شنو كونوا على اوتر فورم شغل باش نجيبوا لي زيفينمون باسكو سمح لي كي نشوف انايا كي شفت نهضرها نقولها لو اس دبليو في سي تاع العام اللي فات ما كاش نيفو سمح لي يا خو ما كاش نيفو بريميرمون داروها في لاصال تاع هون تيماجيني صال هون اون بليس خاوتي كراسه تاع بلاستيك تقول ما باش عرسي الزح طوابل يا خا تبهدايل خاوتي تبهدايل اقسم بالله ما عندناش لي اونغار ما عندناش ديجا هاي لافوار برك يا الزح يعطيك اونغار شباب لداخل تدخل ستيكي بلي بلي لي لوميار تجيب دي سبيشاليست فلوغ دو سبيكتاكل اكسيتيرا 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 خاطي بون انا ماشي نقدر نهضر ماشي نحل ان ديبا في هذا السوجي باسكو ماش تفرع والله مي نقولها لكم ما عندناش نيفو. المهم انا حبيت نبدا بروجي انا قلتها لكم ديجا راح يكون ديفيرون للعيب واش دايرين العباد راح نعطيكم جوست ان اكزومبل سيبريان جيمينغ وسكويزي جيمينغ هادو ما سي بون سكويزي هو لي دول تاعي نقولها لكم مي انا حاب ندير عفسه شغل جينار سيبريان جيمينغ فوالا انا قلتها لكم وان شاء الله باذن الله نديرها يا ربي صح. واش حبيت بون واش حاب نقول لكم ثاني ديروا جام خاوتي اذا جبتكم الفيديو على بالي هضرت بزاف مي سمحوا لي شغل هاي كواتني في قلبي ديروا لنا جام كومونتي وابوني ولاش ان شاء الله يلحقكم بجديد باسكو باذن الله حنبدا ان شاء الله في بروجي هذايا. واش نقول لكم صحه عيدكم تعيدوا ان شاء الله بصحه ولهنا وبالبركه ان شاء الله عليكم كاع على كاع فاميلتكم ان شاء الله. وهذا ما كان بيك اب كاع صحاب الجي وكاع صحاب الجزائري ان شاء الله 48 ولايه و تشاو تهلا. Bonne nuit.